وعمار زكريا زاك قلنا هابطين غير دي مارينا وما فهمناش شي فور ما فهمناش قلنا مالو المازوت خلاص منا ما داك منا انتيك قلنا هابطين وما دابا دا شغل دي دوبلي ما فهمناش حنا وما وقت لي فرا راحو ما خرجنا في الجبل اكتاتيك جدا هبطنا ديريكت بنا الداخل تخبطنا قايد ماتوا بزاف شيخ سلكنا الحمد لله لا الحمد لله عندي شويه بول هنا وظهري سلكت لها وخلاص وقعدت شايد منها سمحوا لي غلا انا شغل كيف دير لا الله راني انتيك الحمد لله لما برج كيفان عندنا العائله هنايا راهم عندنا اربعه موتى المهم هذول ولاد خويا عندي مرت خويا وبنت خويا وتسمى العائله اربعه انسان هذا الامر ماشي سهل فهمت خونا وهذه هي الدنيا هذه مصيبه ولازم نتقبلوها فهمني والله انا كنت قاعد في الدار ما حتى عيطونا في التليفون قال لك ارواحوا كاين حافله كما يقولوا بتاع واش حنقول لك تقلبت رحت لحقنا ناس بيطار باش عرفنا اكزاكتومون واش كاين فهمني خويا وهذه هي ندعو لهم ان شاء الله بالرحمه وندعو لهم هذو اليوم مرضى ربي يشفيهم فهمت خويا العزيز وهذه هي لله ما اعطى لما اخذ مبارك الله فيك واسمح لي بزاف هادو ما سي من الحومه وحده زون اورغانيزي اون بيتيت اكسكورسيون واش نقول لك وقدر الله ما فا ولي توفى وربي يرحمهم و توت نو كوندوليونس على لور فامي ربي يصبر مواليهم و ها سمعنا دو بوشا وراي التليفون هذا يعيط لهذايا ولحقنا الاخبار ورانا جينا نجريو وربي يصبر موالين المرحومين وربي يشافي ولادنا كامل هادو كاع ولادنا كاع عائله واحده بسم الله الرحمن الرحيم على اثر الحادث الاليم الذي وقع مساء اليوم على الساعه 4:15 مساء في اعالي جبال تيكجدا والذي خلف الى حد الساعه 10 وفيات ربي يرحمهم و35 جريح اصابتهم متفاوته الخطوره فور تلقينا بالحادث انتقلنا مباشرة إلى مستشفى محمد بوظيف بالبويرة أين سخرنا جميع المصالح من أجل التكفل بالكل بالحالات والذين تم إسعاف الجرحى من طرف أعوان الحماية المدنية نشكر السيد والي ولاية البويرة السيد العمور عبد الكريم الذي تنقل شخصيا رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي للإطمئنان على حالة جميع المرضى والجرحى كما أسدى تعليمات صارمة للتكفل التام بالحالات الموجودة في مصالحنا وكذلك أشكر كل طواقم كوادر طبية وشبه طبية وكل المساهمين من بعيد أو من قريب على كل مجهودات المبذولة في إسعاف الجرحى منهم الهلال الأحمر الجزائري الحماية المدنية كل الجهات الأمنية كل باسمه ومقامه كما أشكر كذلك أطباء الخواص الذين تنقلوا إلى مصلحة الاستعجالات لمد يد العون فور سماعهم بهذه الفاجعة ونحن قمنا بإسعاف كامل الجرحى وما نشوفوا هنايا باللي كلهم في حالة جيدة نقول أنها حالة جيدة وجوسكا بريزون الأمر رانا متحكمين فيه والحمد لله رانا نقولوا لا سيتياسيون لي ميتريزاب اي لا بريزون شارج اي توجو او نيفو دو لا دو لوبيتال دو لو بياج دو بويرا ما راح نديروا اوكين ايفاكياسيون اوغ ولايه وان شاء الله يكون خير